وعود متتالية وتسريبات متوالية بقرب افتتاح مطار الريان من قبل السلطات المتعاقبة في حضرموت منذ إغلاقه، لكن شيئاً لم يحدث غير معاناة الناس المستمرة، حتى مبررات إعادة تأهيله وترميمه لم تعد مقنعة لدى الشارع، فأربع سنوات كافية لإنشاء مطارات دولية بمساحات وخدمات أكبر من مجرد مطار عادي يسد حاجة المواطنين. لا يوجد أي مبرر لطول فترة إغلاقه أمام المرضى الذين تستاء حالتهم عند السفر عبر مطار سيئون والطلاب وأسر المغتربين. حتى اللي يسافرون يموتون في الطرق، ما قادرين يمشون في الباصات، ومن ضمن أنا جاي من عمان قبل أمس، أنا يعني بعدني حقت عمان إلى عمان في الباص، نوصل عمان غني ميتة عيوني مرمى، نطلب مطار قبل كل حاجة مطار ريان افتح، قبل كل شيء يفتح مطار ريان، هذا مطار مش قاعد عسكرية. ظل مطار الريان موصدا أمام المرضى والمسافرين من أبناء ساحل حضرموت منذ سيطرة القوات الإماراتية والقوات المحلية الموالية لها عليه بعد تحرير المكلا من تنظيم القاعدة الإرهابي، ظل مغلقا إلا أمام رحلات القوات الإماراتية والشخصيات التابعة لمشروعها، سعيا لرفع معاناة الناس والضغط على السلطات والتحالف بافتتاح مطار الريان. نفذ العشرات من أبناء المكلا وقفة احتجاجية أمام ديوان المحافظة تنديدا بعرقلة فتح مطار الريان الدولي الذي قالوا إنه يمثل شريان الحياة الذي فاقم إغلاقه الحالات الإنسانية. دعا المحتجون إلى الكشف عن أسباب استمرار إغلاق المطار رغم التصريحات الرسمية بجاهزيته وقرب استئناف رحلاته. عليهم فتح مطار الريان، أكانت الإمارات أو السعودية أو الشرعية أو إيران أو الحوثي، من الذي يبسط على مطار الريان؟ عليه أن يتقي الله ويرفع هذا الظلم. خرج المواطنون لإيصال معاناتهم رغم موجة التحريض والتشويه التي سبقت الوقفة الاحتجاجية من قبل ناشطي الانتقالي، ورغم قطع الطرق أمام المشاركين في الوقفة من خارج المكلا، لكنهم أكدوا مواصلة النضال السلمي حتى رفع المعاناة واستئناف رحلات المطار.